shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say. اسمي محمد العربي، شغال في مهنة الصدف، قسم الآلات الموسيقية، شغال فيها يعني من حوالي 17 سنة كده. أنا بشتغل في الطبلة، وفي بعض الأحيان بشتغل في العود. دي أكتر آلات بيتم تصديفها هنا في مصر. في بقى حاجات بتعمل بره مصر، بيبقى الآلات اللي هي الغربية في تركيا مثلا، برضه بيصنعوا صدف بطريقة معينة كويسة جدا. يعني ايه اكتر المشاكل اللي قابلتك في تصنيع الطبل؟ يعني ساعات بيبقى بعض الاحيان الخامات بتبقى مثلا قليله شويه في السوق، فدوت بيأثر طبعا على سعرها وبتزيد باسعار جامده، لانها 90% من الخامات اللي بنشتغل بيها في مهنه الصدف مستورده مش محليه، فده طبعا بيأثر جامد. اي اختلافات في الاسعار، اي حاجه يعني ممكن اي مشاكل بتحصل في العالم برضه بتأثر علينا جامد جدا. انت بتصدر انواع الطبلة دي بره ولا؟ بتصدر لجميع انحاء العالم. ابتدت تظهر الطبلة الالومنيوم. قبل كده كان قبل سنة 87 كان في الطبلة الجلد اللي هي الفخار دي، طبعا كلها كانت من اولها لاخرها يدويه 100% ماشي. طبعا دي برضو يدويه، بس ديت عشان بيخش فيها يعني ايه خامه الالومنيوم المعدن، فطبعا بتختلف كتير جدا عن الصوت في بالنسبه للطبله الفخار. فبقت هي دي اللي ماشيه حاليا. يعني الثانيه بتبدا من 350 400 لغايه 1000 2000 3. بتفرق في خامة الألمنيوم، في بيبقى ألمنيوم مثلا بيتضاف عليه حاجات فبتبقى الطبلة خفيفة، ما بتبقاش الصوت برضه كويس جدا. لكن في طبلة تانية بيبقى هو من أول المقاس اللي هو 23 بيتسمى صنباطي، دوت بيتحط خامات معينة فيها، بيتحط صدف معين. لكن ديت مثلا بتبقى دي طبلة تعليمي، اغلبيه الطلبه لما بتيجي مثلا تتعلم او كده بنقول لهم خدوا ديت، بننصحهم بديت، اذا حبوا الموضوع وقدروا يكملوا بيكملوا، بحيث ان هم ما يتكلفوش وما يخشوش في تكلفه. مش عايزينها مثلا ممكن يرجعوها لنا تاني، ما فيش مشاكل بناخدها منهم. بتاخد يعني هم ياخدوها شويه ممكن يرجعوها لك؟ ممكن لو حد مثلا مش ما حبش الموضوع، يستصعب الموضوع او حاجه، ممكن ناخدها منهم، بنشتريها منهم تاني، ما فيش مشاكل. في ناس كتير لا، هي بتبقى متصنعه لو فيها بعض المرمات او حاجه مثلا بنعيد عليها نظبطها تاني، بحيث ان نقدر برضو نديها لحد، بتبقى جديده برضو، او مثلا ممكن نبيعها لحد على انها يصد. تمام. اما بالنسبه للطبله الصنباطي ديت مقاسها 23، دي اللي هي بقى بتاعت العازف المحترف. لما الطالب بيبتدي ايده تتمكن مثلا ان هو يقدر يعزف، ان هو يحب الموضوع ماشي فيه بشكل كويس، بننصحه بقى ان هو يشتري طبله 23 اللي هي الصنباطي، بتبقى صوتها طبعا مظبوط. دي مقاسها 22، هو كله 6 مسمار، اي طبله 6 مسمار. الصدف ده بقى بيفرق في حاجه من في الصوت؟ لا حاجة. لا، الصدف ده شكل بس، زينه يعني. في الاخر لو قفلنا مثلا طبله زي دي هي دي بالظبط في الاخر، ده مجرد زينه. كل واحد بقى حابب الشكل المعين مثلا بالنسبه له، لون معين، في ناس تحب الاحمر، الاسود، الازرق، الوان كتير جدا يعني بتتحط في الشغل. انواع الطبل بتبدا من مقاس، في مقاس بس هو مش متداول نهائي، يعني ممكن كل 1000 طبله مثلا لما يتباع منه طبله بيبقى مقاس 4 مسمار، هي بتتسمى كده، بتبقى مقاسها 17 سنتي اللي هو من القطر من هنا لهنا. اما بعد كده في اللي هو المقاس دوت اللي هو 22، في مقاس اكبر من دوت برضه 22، بتتسمى 22 اورجينال، بتختلف في الصوت عن ديت. في عازفين بيحبوا يمسكوا طبله 22، بالنسبه لهم بتديهم الصوت اللي هم عايزينه. في طبله 23، في 24، 25. العازف بقى ممكن يشتغل باي طبله، يعني اي طبله يطلع عليها نفس الصوت ولا لا؟ لا، بتختلف حسب ما هو بيسجل برضه. يعني الاحجام بتاعتها بتختلف في الصوت؟ طبعا. في عازف مثلا بيسجل في استوديو بيبقى محتاج مثلا صوت معين،
في عازف بيسجل بيعمل حفله مثلا في مكان مفتوح، مكان مفتوح ده بيبقى عايز باور صوت اه، فالباور ده مثلا بيبتدي من 24 مقاس 24، لكن مثلا في استوديو بيبقى مقاس 23 كويس جدا. وفي برضه عازفين بتحب برضه تسجل ب 24 25، كل عازف حسب ما بيحب يسمع صوت معين، لان هي في الاخر يعني غير ان هي حاجه مثلا بتدرس او ليها اصوات معينه، في برضه عازف بيحس بيها، عازف مثلا بيحس بالصوت بيبقى حابب الصوت ال 22، في عازف بيحب الصوت ال 23. انا بالنسبه لي بشتغل في الطبله بس مش اللي هو يعني حابب صوتها قوي، يعني بحب آلة تانية، فهي مش شرط كل حاجة حسب إحساسك أنت.